سعيدة جدا طبعا لوجودي بالجزائر. الجزائر إلى ذكرى جميلة عندي، كنت بوهران من 7 سنين تقريبا وهلأ بقسنطينة. أعتقد أنه عاملين ريسيتال حلو كتير بكرة عشان يكرموا الملحن الجزائري الكبير، وأنا اليوم موجودي كمان حتكرم عن أماهير ساحرة في ألف ليلة وليلة، وحنشوف كم فيلم حلو ونشوف الجزائريين ونشوف الجسور المعلقة. أول مرة تزور الجزائر؟ لا مش أول مرة، كنت في وهران قبل بمرة، لكن أول مرة قسطنطينة. وقتاش تجينا تنورنا في تونس؟ إن شاء الله يعزموني. كلمة للجمهور التونسي. أقول للجمهور التونسي أنتوا في القلب، أنتوا فينيسيان، أنا بحس إنه جزء منا تونس، وتونس جزء من لبنان، ولبنان جزء من تونس، شعب راقي. أتمنى لكم يا رب استمرار الطمأنينة والأمن، هيدول أهم من أي شيء تاني. إن شاء الله نعمل لقاء في تونس، يلا عزمونا على المهرجان. حبيبي حبيبتي، عايشك عايشك.